إذا عجبك محتوى قناتنا في اليوتيوب ادعمنا من خلال الاشتراك وضغط زر الجرس ليصلك تنبيه عند وقت الحلقة. وللتواصل والحصول على معلومات إضافية زورونا في صفحتنا في فيسبوك وإنستغرام وتابعونا. مؤتمر المبرمجين في عام 2020 سيكون مختلف عن السابق. ففي السابق كان هذا المؤتمر هو التجمع الأول للمبرمجين، ويتخلل المؤتمر فعاليات موسيقية واجتماعية يحضره المدونون والإعلاميون للقاء المبرمجين ومعرفة جديد. وقد بدأ المؤتمر في عام 1987 وهو بتنظيم أبل مباشرة منذ أول سنة لتنظيم المؤتمر، وهو يتبع نفس النظام. فالفعاليات تبدأ في أول يوم بعرض رسمي من أبل من الرئيس التنفيذي، واللي يعلن عادة عن جديد الشركة من أنظمة وفي بعض الأحيان أجهزة، ويضع خريطة طريق لتوجه الشركة للعام المقبل. وسبب هذا العرض هو لكي يعرف المبرمجون اهتمامات الشركة. وتستمر ورش العمل واللقاءات لمدة 5 أيام حتى اليوم الختامي، واللي عادة يكون فيه توزيع جوائز التميز للتطبيقات المميزة. وورش العمل تختلف من كونها ورش نظرية أو عملية من خلال مختبرات تكون جاهزة لاستقبال الضيوف، مع وجود الآلاف من مهندسي أبل اللي يكون دورهم الإجابة على كل تساؤلات الضيوف. ومواضيع الورش تتنوع من تصميم البرامج والتطبيقات للأجهزة والتقنيات مثل الذكاء الصناعي وتحليل البيانات. وأغلب هذه الورش تكون متوفرة للعامة بعد انتهاء الحدث مجانا للمسجلين في برنامج المبرمجين من أبل. وتوفر أبل تطبيق خاص لعرض جدول ورش العمل وأيضا للتواصل مع الحضور بسهولة. بالنسبة لمكان الحدث فقد اختلف المكان. فأول عام كان الحدث في سانتا كليرا في كاليفورنيا، ومن عام 1988 حتى عام 2002 انتقل الحدث لسان هوزي، وانتقل مرة أخرى في 2003 ل 2016 لسان فرانسيسكو، وبعد ذلك عاد لسان هوزي في 2017 ليستقر بعد ذلك في المركز الرئيسي لأبل على أن يكون الحدث الرئيسي في مسرح ستيف جوبز. ويقام الحدث في يونيو من كل عام. الحصول على بطاقة دخول للحدث صعبة للغاية، وتكلفة التذكرة الواحدة ما يقارب $1,599. ورغم أن سعر التذكرة غالي مقارنة بالشركات الأخرى، لكن في الآونة الأخيرة كان الحصول على التذكرة أمر صعب. التذاكر تنفذ بعد دقائق من طرحها، وكانت أول سنة تباع كل التذاكر فيها بسرعة هي 2012، حيث نفذت التذاكر بعد دقيقتين فقط من طرحها. ولهذا غيرت أبل من سياستها وطرحت نظام القرعة بعد طرح التذاكر للبيع. على المهتم أن يضع معلوماته وينتظر رسالة من أبل للتأكيد على حضوره أو عدمه. ولكنها ليست الطريقة الوحيدة لحضور المؤتمر، فأبل توفر أيضا تذاكر مجانية للطلاب والمبرمجين الهواة واللي ترى فيهم الموهبة لتقديم الكثير في هذا المجال. فمثلا في عام 2018 طرحت الشركة مسابقة للطلاب لتصميم لعبة بلغة سويفت، الفائزين يحصلون على تذاكر مجانية. وأيضا بالإمكان شراء تذاكر لم يحضر أصحابها في يوم الحدث، وطبعا مع دفع المبلغ كامل. وبالنسبة لأبل فقد قدمت مؤتمرات كثيرة في تاريخ، ومن أشهر المؤتمرات ماك وورد إكسبو، واللي بدأ في عام 1985 وهو معرض نصف سنوي كانت تقدم فيه أبل جديدها من البرامج والأجهزة، وأيضا تطرح فيه الشركات الأخرى جديد برامجها وأجهزتها المتوافقة مع أجهزة أبل. المعرض كان ينتقل بين الولايات الأمريكية، وكان في بعض الأحيان يقام خارج أمريكا مثل طوكيو. ومن أشهر ما قدمه الماك وورد هو العرض اللي كان يقدمه ستيف جوبز، واللي بدأ بعد عودته لأبل في عام 1996. وأكثر الأحداث التاريخية في الماك وورد هو الإعلان عن الآيفون في 2007 وإطلاق الماك بوك إير في 2008. والماك وورد كان يميزه الشعبية الطاغية للحدث، وكان عشاق أبل يتابعون أخبار الحدث بشكل كبير. ولكن في عام 2008 قررت الشركة الانسحاب من الحدث والتركيز على مؤتمر المبرمجين اللي هو من تنظيم أبل بنسبة 100%. وكان آخر حدث لماك وورد تحضره أبل في 2009، واستمر الحدث حتى 2015 ليقف بعد ذلك. لنعود لمؤتمر المبرمجين، وراح نستعرض أهم ما أعلن عنه من خلال هذا المؤتمر. الفترة الأولى من المؤتمر من عام 1987 حتى بداية القرن كان هناك الكثير من الإعلانات في المؤتمر، منها في عام 1991 أطلقت الشركة برنامج كويك تايم للفيديوهات، وفي 96 أطلقت تقنية الأوبن دور ورافستي في 97، وفي عام 2001 بدأ يتغير شكل المؤتمر، تحول من كونه مؤتمر لإطلاق التحديثات لمؤتمر يقود عالم التقنيات، ومنه أطلقت أبل نظام التشغيل ماك أو إس 10، واللي كان الجميع ينتظر هذا النظام، واللي كان نتاج اندماج تقنيات شركة نيكست وأبل، واللي لليوم نشوف تأثيره في حياتنا. لك أن تعرف بأن الإنترنت تم تصميم بروتوكولاته باستخدام جهاز نيكست. في هذا المؤتمر وزعت أبل لأول مرة جاكيتات تحمل نظام الماك أو إس 10، واستمر التأثير لهذا المؤتمر التاريخي للسنة القادمة في 2002، حيث عرضت جوبز مميزات النظام. وخلال العرض تم وضع نظام الماك 9 في تابوت إعلانا عن انتهاء أسوأ فترة من فترات أبل والبدء في تاريخ جديد. وفي عام 2003 أعلن عن إطلاق متصفح سفاري، واللي يستخدم تقنية كانت تباع بآلاف الدولارات قبل هذا، وتم إطلاق تحديث لماك أو إس حمل اسم بانثر. وأيضا في هذا المؤتمر قام جوبز بعرض جزء من فيلم فاينينج نيمو من أفلام شركة بيكسار، ومن هنا بدأ اسم
المؤتمر يصعد وبدأت أنظار المبرمجين تتجه له. ففي عام 2004 ارتفع عدد الحضور بنسبة 40% بعدد 3500 مبرمج من حول العالم. في هذا المؤتمر عرضت جوبز نظام التشغيل ماك او اس 10 تايجر وتحديث للآيتونز ووفر دعم للبودكاست. في عام 2005 أعلن جوبز عن الانتقال لمعالجات الانتل، وهذا يعتبر من أكثر الأحداث أهمية في تاريخ الشركة في مجال الأجهزة. أما في عام 2006 حضر المؤتمر 4200 مبرمج من جميع دول العالم، وفي نفس العام أعلن رسمياً عن تاريخ إطلاق الآيفون الأول. أما في 2007 فقد أعلن عن طرح نسخة من سفاري للويندوز مع طرح نظام الماك ليبر. هذا العام تم تغيير اسم الشركة رسمياً من أبل كمبيوتر إنك لأبل إنك، ومنه بدأت الشركة بتقديم خدمات وأجهزة بعيدة عن الكمبيوترات. مثل العام السابقة ارتفع عدد الحضور ووصل إلى 5000 مبرمج. في عام 2008 لأول مرة تباع كل التذاكر عند طرحها، السبب أن الأخبار كانت تقول بأن أبل ستطرح حل مهم للمبرمجين. وفي هذا العام طرحت أبل الأب ستور، ومنه تحول الكثير مبرمجين من هواة لمحترفين. وأيضاً في المؤتمر أعلن عن الآيفون 3G. أما في 2009 أجرى جوبز عملية جراحية في الكبد، ولهذا لم يستطع الحضور، وكان البديل هو فيل شيلر واللي أطلق الآيفون 3GS وأعلن عن الماك أو إس سنو ليبر. وفي عام 2010 عاد جوبز وأعلن عن الآيفون 4 وخدمة الفيس تايم، وتم تغيير اسم النظام من آيفون أو إس لآي أو إس، وقد بيعت كل تذاكر هذا المؤتمر في أسبوعين. أما عام 2011 كان هو آخر عام لستيف جوبز، واللي توفى بعد المؤتمر بقليل. وهذا المؤتمر أطلق الآي كلاود والآي أو إس 5 والماك أو إس 10 لاين. وقد حدثت قصة في هذا المؤتمر حيث حصل طالب عمره أقل من 18 سنة على تذكرة مجانية بالغلط، وهذا كان ضد قوانين التذاكر المجانية. وعندما حاولت الشركة سحب التذكرة منه قدم رسالة لتيم كوك يطلب منه الحضور، لهذا غيرت الشركة قوانينها لتقبل الطلاب اللي أكبر من 13 سنة. وقد تكلمنا في بداية الحلقة عن مؤتمر 2012 واللي بيع تذاكره في دقيقتين ومن تغير نظام التذاكر. وفي هذا المؤتمر أطلقت خرائط أبل وتحديث للماك بوك إير وبرو ونظام الماك أو إس ماونتن لاير ونظام الآي أو إس 6. أما في 2014 فقد أطلقت أبل لغة البرمجة سويفت واللي تم تطويرها لتكون مفتوحة المصدر في مؤتمر 2015. أما في مؤتمر 2016 تم تغيير اسم نظام الماك أو إس 10 ليكون أو إس 10. وفي هذا المؤتمر أيضا وفرت أبل المبرمجين إمكانية استخدام التطبيقات المغلقة الخاصة بأبل مثل سيري والخرائط. في عام 2017 أعلنت أبل عن تحديث لأجهزة الماك وأطلقت الآي ماك برو والآيباد برو. ومؤتمر 2020 كما نعرف سيكون مختلف تماما عن السابق، فهو سيكون افتراضي بشكل كامل، وقد يكون بداية لتغيير شكل المؤتمرات في المستقبل. وفي ورق سنخصص حلقة خاصة لعرض ما تقدمه أبل في هذا المؤتمر، فترقبوا هذه الحلقة. شاركنا في التعليقات برأيك عما ستقدمه الشركة في 2020. إذا عجبك محتوانا دعمنا من خلال الاشتراك في قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك. ممكن تشوف هنا مجموعة من الفيديوهات لمواضيع مختلفة.